حياكم الله مشاهدي شاشة قناة الولاء الفضائية، يوم جديد وانتصارات جديدة مع أبطال حشدنا الشعبي المقدس من اللواء الثاني ضمن تشكيلات فرقة إمام علي القتالية وأبطال قوات الشرطة الاتحادية بملاحقة العناصر الإرهابية داعش الذي مختبئون في هذه القرى المحيطة في قضاء الحويجة. أحبتي المشاهدين الكرام، مثل ما عودتكم عدسة قناة الولاء الفضائية بنقل الحقيقة أينما تكون. نعم حبيت مشاهدي الكرام، طبعا رجعنا وياكم بهذه الرسالة الإعلامية من خلال عدسة قناة الولاء الفضائية بنقل الحقيقة أينما تكون. حاليا نحن في هذه القرى المحيطة في الحويجة، بحث على العصابات الإجرامية الداعشية المتواجدة في هذه القرى المحيطة في هذه القضاء. شلون المعنويات؟ والله معنويات عاليه كل زين. نعم الحمد لله والشكر. ماكو شيء ان شاء الله؟ لا ان شاء الله ماكو شيء ان شاء الله. الله يحفظك. سلام ان شاء الله. شوف هنا ابطال الشرطه الاتحاديه المتواجدين مع هذه العمليات المشتركه، احد ابطال الشرطه الاتحاديه. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يخليك. شلون نشوف اليوم التعامل المشترك لقضاء على عصابات داعش الإجرامية والمطلوبين؟ طبعا تعاون حلو ومطلوب هاي الوقت، وهاي يعني نشوف هاي الجهود المبذولة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والتعاون بيناتهم من خلال الهجومات والاقتحامات على العناصر الإرهابية. والله هي اكيد وجهها رسالة لاخواننا بالحشد الشعبي الشرطة الاتحادية، ونقولهم ان شاء الله احنا واقفين
جنبنا إلى جنب، وإن شاء الله ضد العناصر الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي. إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله. الله حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالساعة 900 من يوم 21/3/2018 شرعت قوة مشتركة من قبل فرقة الإمام على إخواننا بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية لتفتيش تطويق بعض المناطق اللي تحتوي على خلايا نائمة لتنظيم داعش الإرهابي، وحاليا احنا مباشرين بصورة مستمرة بالتفتيش وتطويق المنطقة ومعالجة جميع الأهداف. نعم حبيت المشاهدين الكرام، مثل ما قاعد تشاهدون القوى المشتركة ينتشرون في هذه المنطقة بالكامل عن الأهداف المتواجدة في هذه المنطقة من عصابات داعش الإجرامية. مثل ما قاعد تشاهدون أبطال الشرطة الاتحادية وأبطال فرقة الإمام علي القتالية من اللواء الثاني البطل، وهم يسيرون ويكونون في هذه الوضع الانتشار بالكامل. حسب معلومات استخباراتية التي وردت من مصادر وتعاون الأهالي، وإن شاء الله مستمر وياكم بهذه الجولة الإعلامية من خلال على سطح قناة الولاء الفضائية. نعم حبيت المشاهدين الكرام، رجعنا وياكم هذه الرسالة الإعلامية ونشوف أحد أبطال وآمر هذا المحور والعمليات المشتركة مع أبطال حجنا الشعبي المقدس والشرطة الاتحادية. السلام عليكم حجنا. السلام عليكم ورحمة الله. والله حيلك. الله يسلمك. الله على هذه العمليات المشتركة التي طلقت صباح هذا اليوم في الحوج. بسم الله الرحمن الرحيم. باشرت قوة من فرقة الإمام علي القتالية وبالاشتراك مع الشرطة الاتحادية بمداهمة تفتيش قرية المصطافية، ذلك عن طريق مصادر استخبارية بتواجد العدو في هذا المكان المبازل. والحمد لله هسه القوة مباشرة بالتفتيش والمداهمة، وإن شاء الله نوافيكم بالأخبار الجيدة إن شاء الله. بعض العوائل يعني العوائل المتواجدة في هذه المناطق متعاونة ويا القطاعات الأمنية؟ صحيح، العوائل متعاونة ويا القطاعات الأمنية، وإحنا عن طريق مصدر من القرى توجهنا لهذا المكان. ان شاء الله بوجود. ان شاء الله. اشكر جزاكم الله. نعم حبيت المشاهدين الكرام، ما زلنا مستمرين بهذه الرساله الاعلاميه ونقوم بالتفاصيل اول باول ان شاء الله. باقني انا
هنا متواجده حاسبه خاصه لمنظومه الاستخبارات لبحث عن العصابات الاجراميه. حاسبتي مثل ما قاعد تشاهدون حاسبه تابعه للاتحاديه وحاسبه تابعه للواء الثاني لحجنا الشعبي المقدس. ثم قاعد تشاهدون الكرام. هذه المنطقة منطقة المصطافية يكون كان دهم اليوم وتفتيش وبحث عن العصابات الإجرامية الداعشية المتواجدة هنا. نشوف أحد الأبطال متواجد. حياك الله حياك الله مئة هلا حياكم الله. على هذه العمليات المشتركة اليوم مع أبطال حجنا الشعب المقدس والشرطة الاتحادية. بسم الله الرحمن الرحيم. باشرت قطعات فرقة الإمام علي باشتراك قطعات من الشرطة الاتحادية إلى منطقة المصطافية بعد المعلومات الاستخباراتية بين تواجد العدو وعصابات داعش في هذه المنطقة. الآن مباشرة قطعات فرقة الإمام علي والشرطة الاتحادية بعملية التفتيش والدهم، ولحد الآن الجهد الهندسي تم العثور على عبوات تصنيع حديث للتوقع لأن تشن هجمات على قطعاتنا من الحشد والشرطة الاتحادية، وأكو في يعني حتى تهديدات الأهالي لمساعدتهم، وإذا ما يساعدوهم يتم قتلهم أو تصفيتهم من قبل تنظيم داعش. والآن الحمد لله والشكر مسيطرين على الموقف والعمليات ما زال مستمرة، وإن استجد سوف نعلمكم من قبل معاون قائد التشكيل. شوف زميلي المصور خلي يدخل زميلي ميثم. نشوف اكثر العوائل متعاونين بهذا المجال ام يعني نشوف احنا بعضهم ما متعاونين؟ يعني كل بعض ما متعاونين بصراحه. هسه هاي العائله مثلا عندك، هاي العائله ولدت 2 دواعش، واحد من عندهم قتل، هي تدعي بين شهيد هو قتل، والثاني موجود هنا احنا شفناهم من انهزموا منا طبعا، وهسه لقينا اثار لهم ولقينا مواد تصنيع مال العبوات باعتبارهم كانوا اصلا ذولا مخصصين بتصنيع العبوات. تدعي بين ما عنده علم به، بس احنا قاعد نفتش ان شاء الله. عملهم جيد جدا. اي والله رحم الله والديهم. اليوم هم داهموا هاي منطقتكم.
يعني اكو بعض العناصر الارهابيه الموجودين في هذه؟ والله ما شفنا يعني شوف العين ما شفنا. اي والله بس احنا شفنا مطلوبين هواي موجودين بس منهزمين من المنطقه هاي. منهزمين ما نعرفهم والله. ما لا والله ما نعرف. يعني انتم ترضون بهذا الواقع الحال الموجود؟ والله هي الواقع هذا يعني صار بعد الواقع. اي والله يعني ما كنت تغيير بالموضوع يعني. لا الحمد لله ما شاء الله جزء القوات الامنيه وجودهم. اي والله اذا يعني شفت بعض المطلوبين تخبرهم ولا ما تخبر؟ اكيد اخابرهم اخابرهم ان شاء الله. اي والله نخابر القوات الامنيه والحشد عندنا وعند الشرطه الاتحاديه. ليش تبلغهم؟ اي طبعا هذول مخربين دمروا البلد مجرمين. اي والله دمروا العوائل دمروا اكيد دمار العوائل. اي والله شوف العين يعني دمار العوائل. احنا مو كنا عايشين قبل وهسه وين عايشين؟ اي والله كنا عايشين بنعيم خربوا علينا كنا هسه هجموا بيوتنا. تطلعون للسوق ومدري تطلعون الكلام بل بيت ما مرتاحين والله بل بيت ما مرتاحين يعني بسبب اليوم سالونا قالوا اخو شويه جو هناك يم المشروع كم واحد جايين بس والله ما نقدر نطلع بالليل لا بالليل وبالنهار بالنهار ما نشافوا جزء بالليل او غير مكان بس ما نقدر يختلون. نطلع يختلون عافيه والله على جارنا ما نقدر نطلع. متى ما قاعد تقدرون يعني تشخصهم ذول منين؟ والله ما نعرفهم. العرب كبيره العرب كبيره وبالليل ما نقدر نطلع المنطقه واسعه شاسعه. ايوه يعني ما يبين مثل طلع بالنهار اما ايش بس بالليل احنا ما نشوف. بارك الله بكم. اي والله بارك الله بكم. معاملونا معامله حسنه وجيده والداعش ياخذونه والنظيف يطلع لحاله. اذا قبل تسمعون بان اذا طبوا القوات الامنيه شو يسوون؟ قبل وقت الدواعش قالوا الحشد يذبحكم والحشد ايش يسوي بيكم والهذا والحمد لله والله زينين وطيبين وساعدونا وكلامهم طيب وما عندهم اي مسيء على 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 الطيب. شوف هنا الموجودين. السلام عليكم. السلام. اذا شفت دواعش بلغ عليهم؟ لا نبلغ عليهم. اذا ما بلغت عليهم سبب هم شنو؟ سبب دمار قريتكم؟ اي والله. اي والله. اي والله. والله والجان راح. اي والله. يعني قلت لهم الدواعش؟ اي والله. والله ما خذوه ما يندلون وين؟ ليش ياخذوا ليش؟ والله ما اعرف. يشتروا وياهم مثلا يعني؟ ما اعرف والله يعني بس خذوه يعني وما يندلون لحد الان ما يندلون. ما منتسبين يعني؟ اي منتسبين وذبحهم ولا ما اي منتسبين ولا لا اكثر ولا اقل. وست طبقوا جناسيكم؟ اي طبقوا جناسين وهاي ما عندنا شيء. ممدد عليهم؟ لا 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 ابدا ابدا. من اتحاديه ولا من؟ لا 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 ابدا ماكو اي اشكال يعني. بس احنا شنو رادرات تعاون؟ والله اهم شيء والله هذا والله هسه احنا كقريه قريه عباس النمله سبع نقاط عندنا بالقريه كنا واجبات الله يسالني للصبح هسه لو تروح القريه كل بيت تلقى فوق عربيه فوق عربيه ترجع مثل قبل يعني. ايوه المريض ينزل السوق بلا والله كذا ستكلكم يا معود هسه من وراهم بلا والله بلا والله متحاصرين من وراهم متأذين بشكل يعني مو شويه. بارك الله الله يبارك ويسلم ان شاء الله الله يسلمك. مشاهدينا الكرام طبعا رجعنا وياكم مثل ما عودتكم قناة الولاء الفضائية بالنقل الحقيقة أينما تكون. احنا شفنا هسه حاليا بعض الشباب الذي خرجوا من هذه المنطقة وتم تدقيق هوياتهم. احنا نشوف حدثنا أكثر عن هذه العملية. شفنا شباب هسه خرجوا وشفنا شباب موجودين جالسين معجزين. بسم الله الرحمن الرحيم. وردتنا معلومات استخبارات فرقة الإمام علي معلومات استباقية بوجود عناصر الداعش في هذه القرية فداهمنا هذه القرية واستطعنا أن نحصل على بعض النماذج القديمة أسماء لداعش فقط وهمية والموجودين هم ناس أبرياء وتم تدقيق معلوماتهم وأسماءهم وأطلق سراحهم. أطلق سراحهم والباقي الموجودين اللي محتجزين اللي عنده معلومات أو اسم حسب حاسبة المعلومات اللي موجودة عندنا يحتجز واللي ما عنده ما له اسم حسب قاعده المعلومات اللي موجوده عندنا يطلق سراح. الحاسب هسه جبنا حاسبتين حاسبه تابعه للحشد وحاسبه تابعه للاتحاديه نفس المعلومات هي؟ لا طبعا المعلومات اللي بحاسبه الحشد خاصه بالحشد والمعلومات اللي بحاسبه الجيش خاصه بالجيش فيعرض الاسم على الحاسبتين. اي فاللي عنده معلومات وهي الحاسبه راح تتخذ الاجراءات القانونيه بحقها واللي ما عنده يعرض للقضاء طبعا واللي ما عنده اسم وبريء يطلق سراح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك؟ الله يسلمك. شفناك هسه
وصلاحك. اي والله. اي والله ما طلبوا من معلومات وما عندي معلومات على ماكو شيء. يعني ما ساعدتهم اي شيء؟ ما شايف شيء اساعدهم بشيء. اذا كان قبل يعني تسمعون بان الحشد عندما يدخل الى المنطقه قالوا يقتلون قالوا يذبحون وحين من جوانا ما شفنا شيء عليهم. كلهم طبوا الحشد والاتحاديه. ايه بسطوا؟ لا والله ما حضروا ما ابد. تعاملهم شلون كانوا وياك؟ تعامل حل زين. اي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. في صباح هذا اليوم قمنا بجولة تفتيشية على منطقة العسلانة وقرية البحر، ورود معلومات من بعض المصادر بأن الدواعش لهم مضافة هنا، فقمنا بتفتيش هذه المنطقة بالكامل، المناطق الزراعية، البزول والقرية. تم تدقيق أسماء أهل القرية بالحاسبة من قبل الجهة الاستخبارية، قام بالاشتراك معنا في هذا اليوم الشرطة الاتحادية 20 وبعض المفارز من لواء 56. المفرز الرئيسية والمهمة الرئيسية قامت بها فرقة الإمام علي القتالية. والله إن شاء الله المعنويات على العال، وحاليا ملاحقة عناصر داعش والخلايا الناعمة إن شاء الله منتصرين في حال الله وأهل البيت. والله عالية إن شاء الله منتصرين، وإن شاء الله نكسرهم دول الإرهاب وما يظل ولا جريدة من عدو. يقول الدائر شو اقول الداعش؟ هو غير اللي شافونا انهزموا كلهم شردوا، وانا لا بيحط خليه يوقف، هسه جاي ندور عليهم وبعدنا احنا مستمر العمليات وان شاء الله ما نخلي اثر ابد. يا قوم دق لك ساس يا اللي تريد الولايه، قوم دق لك ساس وخلي لك رصيد بساتر العباس. اهو اهو فرحان اخواتنا الليل، فرحان اخواتنا الليل، اهو فرحان اخواتنا الليل، فرحان اخواتنا الليل، فرحان. نعم حبيت المشاهدين الكرام، لمشاهدي شاشة قناة الولاء الفضائية، تم ولله الحمد تطهير هذه المنطقة من عصابات داعش الإجرامية على يد أبطال حجنا الشعبي المقدس من اللواء الثاني البطل وأبطال الشرطة الاتحادية. انتظرونا إن شاء الله بجولة جديدة. أودعناكم. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك.